الجنين كيف يخلق في ظلمات ثلاث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة هناك عجائب في عالم الأجنة. الجنين كيف يخلق في ظلمات ثلاث؟ دعوني أتأمل معكم ما يقوله العلم الحديث وما أنبأ به القرآن قبل ذلك بقرون طويلة. يقول البروفيسور كيث مور، أحد أشهر علماء الأجنة في العالم، ينتقل الجنين من مرحلة تطور إلى أخرى داخل ثلاثة أغطية، والتي كانت قد ذكرت في القرآن الكريم في قوله تعالى في ظلمات ثلاث. هذه الظلمات هي مرادفة للمعاني التالية: أولا جدار البطن، ثانيا جدار الرحم، ثالثا المشيمة بأغشيتها المتعددة. وقد ثبت علميا أن تطور الجنين يمر عبر ظلمات ثلاث، هي الظلمة الأولى ظلمة جدار البطن، الثانية ظلمة جدار الرحم، الظلمة الثالثة ظلمة المشيمة. قال تبارك وتعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. والله أيها الأحبة، إن هذه الآية تتطابق تماما مع العلم الحديث، مع ما يراه العلماء اليوم. لا نملك أيها الأحبة إلا أن نقول كما قال الله تعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون والحمد لله رب العالمين.